جاو عندنا البوليس البارح، جاو عندنا حتى شي 8 ونص ولا شنو هي، قال لك اودي جيو، راه كاين البنت ديالكم كاينه في الكوميسيريه، راه باقا حيه باقا على قيد الحياه، جيو بانو باش تخرجوها نسلموها ليكم كذا. وملي مشينا كنصيبوا داروا لنا التحليل، هو الاول انا ومزيد داروا لنا التحليل. دابا ملي داروا لنا التحليل قال لك اودي البنت ديالكم راه ميته، راه ماتت، واليوم البركه في روسكم، وحنا رحنا درنا الخدمه ديالنا، رحنا السيد رحنا شديناه هو تحت القف، وهذا السيد حنايا كما كنبغيوش ليه على الحبس، كنبغيو ليه يتحرق كيما حرقها، يتحرق ولا يتعدم، ولا كان حنا كنطالبوا بالحق ديالنا، الحق ديالنا راه ما نسمحوش فيه. وهذا الشيء اللي كان يسمعوا سيدنا راه خاصو هاد هو الامن في الحقيقه خدام الامن، انا كنشكرو الامن داير جهده، وهاد هاد السيده ملي جبدت هاد الامن كنعترف به امن كاين. لا ما نعرفوش حنا، كيقولوا لينا على الامن، هو اللي كيقول لينا، هو اللي كيتواصل بينا كيقول لينا هاد المسائل راه وقعت، راه كيفاش وقع وكيفاش وقع وحنا اليوم كنطلبوا من سيدنا هاد الشيء اللي كان يشوفه. حنا رحنا ضعنا في بنتنا، رحنا كنبغيو هاد السيد ما يبقاش هاد الشيء ينتشر في المغرب. الدريه كتخرج عام وتسع شهور اللي باش خارجه، ولا إني اللي سمعنا حنا في القتل، وهي دابا 15 يوم قال لك باش مقتوله. هاد القتل اللي كيديروا هاد الشيء ديال القتل العمد، ذاك راه حاجه عيب حشومه، عيب هاد الشيء ما يخصوش يكون في الدوله في المغرب. علاش مالهم هاد السيده اش دارت؟ اش دار هاد السيد تنقتلو؟ اش دار هاد السيد تندي ولي ديالو تنكريسي وحشومه؟ ما كنتوش عارفين انتم باللي لا حنا ما قالوا لينا البوليس، ملي قالوا جاو البوليس البارع هذا قالوا لينا راه باينه، راه ملي داروا التحليل وداك الشيء قال لنا سيدي راه السيده راه حنا مأكدين حنا باينه هي، غير بغينا نديروا القانون ديالنا، مال السيده راه مأكدين بها حنا باينه هي، راه هي 100%. ملي داروا التحليل وجانا اليوم قال لك راه هي السيده، راه هي والسيده راه باقا دابا في السبيطار، باقا عندها 28 سنه، لو كانت خدامه في الخياطه كانت كتعطي شي 20,000 كان اللي كتشد في الخياطة، وكانوا الناس دايرين عليها ومعلمة خياطة، وكانوا دايرين عليها الناس بحالاش، والدرية ماشي خايبة ولا الدرية زينة، ماشي واحد البنت ما قصرتش ما قالوش ما باش غادي يقول لك الامن علاش داروا، ما قالوش، قال لي حقا انا كنت خطفتها وبغيت نتزوج وما بغاش تمشي ليا وانا نقتلها، هذا هو اللي واليوم الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا والله يجازيكم انتم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. لا ما نكذبش، ما درتش شي شكايه، بنادم غادي بخاطره وما نقدرش انا ندير شكايه. يعني هي ملي غبرات وهذا ما لاحظتوش باللي راه ما بقاش خطفتها؟ لا احنا قلنا خدامه، بنادم اخير مره شناها هذيك الساعه فاش شناها كان توفى الوالد ديالي، ملي توفى الوالد ديالي خليتها في الدار، ملي جيت من العزو الوالد ديالي في البلاد، ملي جيت من العزو ما 16. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.